ايه خلاص سالم؟ معقوله انت نسيتي ان ليكي صاحب اسمه سالم اصلا؟ الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك يا اختي. اتفضل. جرى ايه يا زوز؟ تبطلت تتصلي خالص؟ والله حاجات كتير قوي يا سالم، كل يوم قرف ومشاكل وحاجه تقرف. طب اتصلي كلميني احكي لي. الله، هو احنا لينا غير بعض؟ معلش انا مقصره في حقك. انا اسفه، انا اسفه. وحشتيني. هنرجع تاني لكلام المراهقين؟ اوبا، ده في حوار وانا ما اعرفش. بس الله، انت بتقولي لي بس؟ بس بس على ايه؟ انا حيت اقول حاجه خالص. لسه في بعد وحشتيني كلام كتير، كلام كتير حلو عايز اقوله. طب قول لي انت، انت بالحق فكيت الجبس امتى؟ اول امبارح زي ما انت شايفه كده. الحمد لله. الحمد لله. رجلي بقت كويسه خالص. الحمد لله. اول حاجه عملتها رحت لك البيت. ما لقيتكيش، قلت يمكن الاقيكي هنا. ما اصل الشمس ما كانتش بتشرق الا لما انت تطلي من شباكك، نورك كان بيسبق نور الشمس. الله، ده طلع بيحب الافلام زيي. ده فيلم دم الغزال، فيلم جميل جدا. تأليف وحيد حامد، اخراج محمد ياسين، توزيع الشركه العربيه. انت كمان بقيت بتنقل كلام الافلام؟ وانت عارفه؟ اه طبعا. الله، انت فاكرني دقه قديمه ولا ايه؟ لا طبعا. انت اجمل دقه في قلبي. بص يا سالم، كويس انك جيت النهارده. انا عايز اخد رايك في موضوع مهم وضروري جدا جدا جدا. هتفطف. قريت؟ قريت؟ قريت ايه؟ الفايل بتاع البروجكت بتاعي اللي عايز اعمله. الفايل؟ لا ما قريتوش والله يا حبيبتي. اصله محتاج ان انا ابقى رايق واقعد اقراه كده بمخمخه بقى، علشان ايه؟ اول ما اقراها هقول لك على طول. انا بس لازم انزل دلوقتي عشان مستعجل. باي، اشوفك على خير. باي. روح. انت على طول مستعجل يا مصطفى، ايه الجديد يعني؟ يعني انت مش مستريحه للموضوع ده خالص؟ ليه ده راجل طيب جدا. يعني هسكت عشان تستريحي. بقولك يا زوزو، ما دام انت مش مستريحه للموضوع امشي ورا احساسك. وعلى فكره بقى، انا كمان حاسس ان الراجل ده مش تمام. ومش مستريح له. اللي زيه لدغيته والقبر. وبعدين متهيألي إن هو عمره ما هينسى اللي أنت عملتيه فيه أبداً. يا عم، يا تقول كلام في محله، يا تقول حلو يا حلو. يا رب. خلصانة.